أهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج فوانيس رمضان. برنامجنا متنوع ومتعدد بفقراته ومليء بالجوائز القيمة من سيارات ومجوهرات وملابس وعطورات، جوائز عينية حتكون بانتظار الكل، ما حدا حيروح معنا خسران، الكل أكيد حيكون ربحان. خلوا عينكم على الشاشة وانتظرونا بالخيام الرمضانية. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير بحلو شهر رمضان الكريم. تنعاد عليكم بالصحة والعافية. حبيبتي عليك. بتحب تخبرينا شوي عن مشاريعكم بهيك شهر فضيل برمضان، شو مخططين وشو حابين بعد تعمل؟ نعم، نحن الجمعية الكردية اللبنانية الخيرية تأسست سنة 1943، وقلنا عدة سنوات منقوم بأفطار رمضان. هو أفطار بيجمع فيه الدعيون بيجوا بيحضروا الأفطار، هذا جزء من نشاط رمضان. كمان نعمل نشاطات تانية منوزع فيها تياب للعائلات المحتاجة، وعنا كمان منوزع مواد غذائية، وفي بعض الأرامل توصلهم مساعدات مادية كمان. حبيبتي يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك ويعطيكم العافية لإلكم، تنعاد عليكم وعلى الشعب اللبناني والمسلم كله بألف صحة وعافية. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، اليوم رح نبلش بمسابقتنا الرمضانية، تابعونا. شو هو ما هو أول كتاب من الكتب السماوية؟ التوراة. مغير لك السؤال. ما هي كنافة. ثانك يو. ما هي آخر الكتب السماوية؟ كتاب القرآن الكريم. نشوف شو حتربح معنا اليوم. ألف مبروك، ربحت هدية تقديمة صالون بيير تنوري، سريحة شعر وقص وعناية بشعر. نعيما تفضل. ينعاد عليكم، شهر مبارك على الجميع. فينا نسألك سؤال عن رمضان؟ شو هي أكثر الحلويات اللي بناكلها برمضان؟ أنا بعرف كل إيش رمضان. لنشوف شو حتربحي معنا لليوم. تفضلي نقي. مبروك، ربحت هدية تقديمة صالون فرانت، تسريحة وقص وعناية مميزة بالبشرة. نعيما ينعاد عليك. كم عام صام النبي؟ في اوبشنز ولا ما في اوبشنز؟ فيه 7 أعوام، 8 أعوام ولا 9 أعوام؟ 7. منغير السؤال، شو هي الحلويات الأكثر شي بيأكلوها برمضان؟ اليوجوال الكلاش. طيب نشوف شو حتربح معنا اليوم. تفضل. تأكل شي بوليتيك. ربحت معنا هدية دعوة لشخصين على العشاء بإفطار أو سحور بمطعم نهر الجنة، ألف مبروك وصحة وهنا. كم عام صام النبي؟ 9. برافو عليك. لنشوف شو ربحتي معنا اليوم، اختاري. ألف مبروك، ربحتي دعوة لشخصين على العشاء أو إفطار أو سحور بكافيه قلب بيروت، صحة وهنا. يا هلا. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم جميعا. من هو أول من صام من البشر؟ أول من صام من البشر يمكن إبراهيم، مش هيك؟ نغير السؤال. كمان عرفته ولا ما عرفته؟ لا ما عرفته. لا. ما هو آخر الكتب السماوية؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم. تفضل، نشوف شو ربحت معنا اليوم.
ربحت هدية قيمة تقدمة منتجات إبراهيم عمر للشعر كريمات وشامبو. نعيمان ورمضان كريم. الله يكرمك، شكرا كثير. يا هلا. للرجال كريم لإلك كمان. فينا نسألك سؤال عن رمضان؟ كم عام صام النبي؟ كم عام؟ 7 أعوام ولا 8 أعوام أو 9؟ 9. لنشوف شو حتربح معنا لليوم. فريند تسريح وقص وعيني مميزة بالبشرة. نايمة والله فيري جود ميرسي. رمضان كريم. رمضان كريم لإلكم لإلكم جميعا. ما هي الحلويات في رمضان؟ شو أكثر حلو؟ كلاش. لنشوف شو ربحت معنا اليوم. تفضل. ربحت دعوة لشخصين على العشاء أو إفطار أو سحور بمطعم نهر الجنة. صحة وهنا. هلأ منكفي معكم بمقابلات تانية ورمضان كريم. بمنطقة طريق جديدة عم نربح سكان هيدي المنطقة هدايا قيمة بمناسبة شهر رمضان المبارك. بس بليز نحن بدنا نسألك سؤال واحد، إذا جاوبت على صح يمكن تربح معنا هدية قيمة أنت بتنقيها، أوكي؟ شو أهم 3 أكلات المفروض يكونوا موجودين بالطاولة عب رمضان؟ فتوش وبطاطا وشوربة. اوكي، فهلا فاذا صار المفروض انت تنقي الكادو تاعيتك، نقي بليز. خليني افتحها. $2000. اوكي مبروك، ربحت من جولدن توليب فاوتشر بتخليك تفوت تلعب 2 لعبتين بولينج بقلب جولدن توليب ليليز ريزولت علي. اوكي مبروك. اهلا وسهلا، يلا باي. صح ممكن تربح معنا واحدة من هول الكادوات اللي انت حتنقيهم. اوكي كم سنة صام الرسول؟ 9. مبروك، انت ربحت دعوة لعشاء دعوة لشخصين على العشاء او افطار او سحور بكافيه قلب بيروت بالاشرفية سوديكو. ينعاد عليك. اهلا وسهلا. لازم نحن ناكلها برمضان. تمر والفتوش والعصير. بدي اياك تنقي وحده من هدول الجوائز لتربحي معنا هديه قيمه، نقي بليز. الف مبروك حجه، ربحت هديه قيمه من صالون اكرم رضوان، تسريحه وقص وعنايه مميزه بالشعر، الصالون موجود بعرمون. مبروك، ينعاد عليك يا حجه. كم سنه صام الرسول عليه الصلاه والسلام؟ 9. اوكي مبروك، ربحت معنا كادو من هيدول الكادويات، بس بليز بدي عزبك انت تنقيها. اوكي الف مبروك، ربحت من جولدن توليب انه تفوت على سويمينج بولز لتو بيرسون بقلب الجولدن توليب موجود بعلي. مبروك، ينعاد عليك كمان. ميرسي. اهلا وسهلا. بس بدي اسالك بنظرك شو هن اهم 3 أكلات لازم يكونوا موجودين برمضان؟ شوربه، فتوش وتمر. مزبوط حجه، برافو. هلا بس بدي اعزبك بليز تنقي كادويتك. ألف مبروك حجة، ربحت كادو من عند صالون بيير تنوري، تسريحة وقص وعناية مميزة للشعر، ينعاد عليكي. أهلا وسهلا. أهم أول شيء عم بتصوم؟ إيه عم صوم. هلا أنت صايم؟ صايم الحمد لله. طيب شو أهم شيء لازم نحن ناكله برمضان؟ وصى فيه الرسول كمان؟ فتوش. وصى فيه الرسول؟ هبل. سمك؟ لا لا، وصى فيه الرسول؟ 9. التمر، التمر هو الشيء اللي نحن لازم ناكله برمضان ووصى فيه الرسول، اوكي؟ صام الرسول عليه الصلاة والسلام. 9 سنوات. مزبوط حبيبتي، بس بليز بدي اعزبك، فيك تنقي كادو من هدول الكادويات؟ بس بليز فيي شوفها.
مبروك، ربحت معنا هدية قيمة تقدمة منتجات إبراهيم عمر للشعر، مبروك وينعاد عليك يا حبيبتي. أهلا وسهلا فيك. شو أهم شيء نحن لازم ناكله والرسول صلى الله عليه وسلم وصى فيه؟ تمر. التمر، مبروك حبيبتي. بس بليز في عزبك تنقي واحدة من هيدول الكادويات، فيها بس شوفها بليز. فإذا ألف مبروك، ربحت هدية قيمة تقدمة صالون بيير تنوري، بتعمل تسريحة وقص عناية مميزة للشعر. تفضلي، ينعاد عليك. أهلا وسهلا. وهيك منكون مشاهدينا أنهينا جولتنا لليوم بقلب طريق جديدة، منشوفكم بحلقة جديدة وجولة جديدة بمنطقة جديدة. ينعاد عليكم مشاهدينا، وصيام مقبول وإفطار شهي. وأكيد معنا ما حدا حيطلع خسران، جوائز عديدة وقيمة بانتظاركم، تقدمة أوتيل ليليز ريزورت أند سبا، منتجات إبراهيم عمر، كافيه قلب بيروت، صالون بيير تنوري، مطعم نهر الجنة، كافيه كعكايا، أكبر صمدي للسجاد، صالون أكرم رضوان، كافيه تيتا، صالون فريندز. ونحن أكيد بانتظاركم، بعتوا الأس أم أس وانتظرونا بالخيام الرمضانية. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب، وتضل سنينكم عمراني وفرح وعطاء للجميع. معكم الفنان شادي رقمز. بونسوار لكم، بحب عيدكم من القلب، بحبكم كثير وان شاء الله بينعاد عليكم، ورمضان كريم بالصحه والعافيه يا رب. ومعكم ميرا مار، بحبكم كثير.